موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، وشددت وزارة المالية على أنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الان واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير الحالي لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وأضاف بيان الوزارة أنه تم الاتفاق مع مسؤولي عدد خمسة من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة كما تم الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أن حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها مستمر حتى شهر فبراير المقبل بهدف القضاء على ظاهرة سمسارة الأراضي وتأثيرا على المواطنين الراغبين في التقدم للحجز لبناء مسكنهم الخاص، وأكد وزير الإسكان أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز قطع الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها في المدن الجديدة في هذا الطرح وان هذا الاقبال هو اكبر دليل على نجاح توجه الدوله ممثله في وزاره الاسكان لتنميه المدن الجديده التي تسهم في استيعاب الزياده السكانيه وتوفير الفرص الاستثماريه وفرص العمل وتحقيق جوده الحياه للمواطن المصري يلتقي فريق الاسماعيلي في السابعه مساء اليوم باستاد الاسماعيليه مع فريق البنك الاهلي في اطار منافسات الجوله الحادية عشره من بطوله الدوري المصري الممتاز ويواجه فريق فيوتشر في الثامنه مساء باستاد السلام الدولي فريق سموحه